طيب ده فيما يتعلق بالترند العالمي، خلينا نروح ناخد التفاعل وتوقعات جمهور النادي الاهلي لمباراه اليوم ما بين الاهلي وحرس الحدود وتوقعاتهم النتيجه ممكن تكون كام. خلينا نبتدي بيحيى شعبان واللي قال ان شاء الله فوز الاهلي 3-0. تحياتي للاعلامي حبيبي ربنا يخليك. خلينا نروح لمصطفى عبد الوهاب قال 3-0 للاهلي ان شاء الله. سيد الجندي قال ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0. لسه كمان مع بعض التوقعات الاخرى. وخميس حبيبه قال فوز الاهلي 1-0 ان شاء الله. مايكل موكا قال 3-0 ان شاء الله للاهلي. وطارق مانشستر قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 4-1 واجاييه هيسجل باذن الله. نتمنى كل التوفيق لاجاييه ولكل زمايله في الفريق ان شاء الله، ويفوزوا بثلاث نقاط جديده في مشوارهم نحو الحفاظ على بطوله الدوري الممتاز عشان تبقى البطوله رقم 42. هنترقب ونتابع هذه المباراه وان شاء الله باذن الله نفرح بعد فوز النادي الاهلي في مباراه اليوم، ونستنى ونترقب ايضا حصد اللقب قريبا بإذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا من ترند النهاردة. هشوفكم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي، وبكرة البرنامج مستمر مع الزميل محمد سعيد بكرة وبعده. استنونا بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.